نتابع الآن وإياكم والدة أحد الأطفال المفجوعة باختطاف ابنها، وهي تناشد المسؤولين بوزارة الداخلية لمعرفة مصير ابنها المختطف من أحد المطاعم ببغداد منذ عامين، والذي لا تعرف مصيره حتى الآن، في مقطع محزن الذي وصل إليه العراقيون. للأسف هذا الحزن الممتد على امتداد الخريطة، وهذا الحال الصعب من عدم الأمان في أي محافظة. نتابع. أناشدك الله يحفظك، الله يخليك أبو الخيرات، أناشد الأمن، أناشد الداخلية، كل أناشد ما عندي كل أحد. والدعوة مالتي بالمركز مال العلوية، وانخطف هو من مطعم تشاكي شارع 62، ومن ذاك الآن لحد الآن من 2017 وهي هسه، وكل شيء ما تبين على وليدي. جيت على الله وعلى أهل البيت وعليك عيوني أنت، الله يحفظك إن شاء الله، ما عد أحد والله. أريد وليدي منك يا سيدي، أريد وليدي منك أريد وليدي منك يا سيدي، وليدي بمنتك إن شاء الله، أريد طلع لي دم وليدي، وينه ميت عدل فالسريدة. أريد وليدي منك عيوني، ومن الأمين، من نجات، من كل العراق يا سيدي يا مولاي، أريد وليدي منكم، وين ودوه وين راحوا.